بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه قلنا بأنه من الواضح أنه لا يمكن العمل على روايات التحليل على إطلاقها وكذلك لا يمكن العمل على وجوب الخمس في جميع الأصناف في عصر الغيبة والحضور أيضا على إطلاق هذه الرواية لأنه بلحاظ الإطلاقين يوجد هناك تعارض لا يمكن أن يكون هناك تحليل مطلق في الحضور والغيبة في المناكح والمساكن والمتاجر وغيرها ولا يوجد تحليل أيضا بنحو الإطلاق هذان غير ممكنين اذا ما هو العمل في الواقع لكي نجيب على هذا التساؤل اعزائي لا بد ان نستعرض الروايات الوارده في المقام فيما يتعلق بوجوب الخمس انتهينا من الروايات الداله على ذلك على اطلاقها باعتبار انها تامه اما فيما يتعلق ببعض الاصناف فهو ثابت قرانيا اما فيما يتعلق بارباح المكاسب فقد ثبتت في روايات صحيحه من زمن الامام الصادق الى زمن الامام الثاني عشر وذغاب الامام الثاني عشر الغيبه الكبرى وهو على وجوب الخمس في ارباح المكاسب وهذه روايات مفصله تقدم الكلام عنها في السنه الماضيه من هنا لا بد ان نقف على روايات التحليل اعزائي روايات التحليل كثيره ايضا حتى الدعيه انها متواتره من حيث المعنى يعني لا اشكال في صدورها بنحو القضيه المهمله في السنه الماضيه نحن اشرنا الى مجموعه من هذه الروايات ولكننا نضطر هذه السنه ايضا ان نشير اليها اجمالا ولو لدقائق او لنصف درس حتى تتضح الصوره وننتقل الى الروايات الجديده التي لا بد من الحديث عنها الروايه الاولى اعزائي التي تقدم الكلام عنها وقراناها ايضا بالامس وهي ما وردت في وسائل الشيعه المجلد التاسع صفحه 543 وثلاثه واربعين وهي المعروفه بصحيحه الفضلاء وقراناها بالامس مفصله المجلد التاسع صفحه خمسمائه وثلاثه واربعين الروايه وهي قال عليها افضل الصلاه والسلام قال عن ابي جعفر الباقر عليه السلام قال قال امير المؤمنين هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم كما قلنا رواية والأصح وأبناءهم في حل هذه الرواية أعزائي من حيث السند صحيحة السند من حيث زمان الصدور صادرة في زمان الإمام أمير المؤمنين يعني أن التحليل من ذلك الزمان إنما الكلام كل الكلام في الاستدلال بدلالتها، هل هي مطلقة أو أنها ليست مطلقة؟ الإطلاق فيها أعزائي من جهتين، إجمالا أقول وإلا الأبحاث تقدمت. الإجمال فيها من جهتين، الجهة الأولى أنها مطلقة من حيث الحضور والغيبة. جعلهم في حل لا في عصر الغيبة أعم من أن يكون في عصر الحضور أو أن يكون في عصر الغيبة هذه الجهة لا توجد أي قرينة في الرواية لا تمنع هذا الإطلاق عندما نقرأ الرواية نجد أن الرواية لا توجد فيها أي قرينة ولو من بعيد تمنع عن انعقاد مثل هذا الاطلاق، تقول: الا وان شيعتنا من ذلك وابناءهم في حل اعم من ان يكون في عصر الحضور او ان يكون ماذا؟ او ان يكون في عصر الغيبه. انما الكلام اعزائي انها هل تشمل كل اصناف الخمس او انها مختصه ببعضها دون البعض الاخر؟ هذه توجد قرائن تمنع عن انعقاد الإطلاق فيها لكل أصناف الخمس لماذا لأن الإمام يقول لك الناس في بطونهم وفروجهم إذا مرتبطة بماذا مرتبطة بالمأكل والمنكحي ونحو ذلك إذن فيها إطلاق لكل أصناف الخمس أو لا يوجد فيها إطلاق ونحن نبحث عن الروايات التي تدل على التحليل في كل اصناف الخمس، وهذه داله على ذلك او غير داله؟ غير داله لان الامام يقول: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا. ألا، قرينه اخرى. ألا وإن شيعتنا من ذلك. هذا الضمير من ذلك على ماذا يعود الواقع ان لم نقل انها ظاهره فلا اقل يحتمل انه من ذاك الحق الثابت في ايدي الناس هم ماذا هم في حل بعباره اخرى انه هذه الذي الل ثبت في ايدي الناس ما المراد من الناس بقرينه شيعتنا يراد بالناس ماذا غير شيعتهم والا لا معنى ان يعبر عن شيعتهم مره بشيعتنا ومره ماذا بالناس فبقرينه المقابله المراد من الناس ماذا غير شيعتهم يقول ذلك الحق الذي ثبت في ايدي غير شيعتنا ذاك هم منه ماذا في حل فهذا يشير الى اي تفصيل؟ يشير الى التفصيل السابع الذي اشرنا اليه وهو اذا تعلق الخمس بمال وكان في مال من لا يعتقد هذا الخمس للائمه ثم انتقل لمن؟ ثم انتقل لشيعتهم فهل يضمنون او لا يضمنون؟ لا يضمن إذن هذه الروايه اعزائي لا أقل فيها مجموعة من القرائن تمنع عن انعقاد الإطلاق فيها لكل أصناف الخمس وعلى فرض أنها فيها إطلاق وبطبيعة الحال أن السير المستمر للأئمة اللاحقين ماذا فعلوا؟ رفعوا هذا التحليل لانهم كانوا ياخذون الخمس ماذا؟ في ارباح المكاسب فلو كان التحليل ثابتا حتى ما يشمل ارباح المكاسب اهل البيت سلام الله عليهم ماذا فعلوا؟ ها؟ اوجبوا الخمس في ارباح المكاسب اذا هذه الروايه على على كل الاحوال لا يوجد فيها ذلك الاطلاق الذي فيه التحليل في عصر الغيبة والحضور وفي جميع الأصناف ولا أقل فيما يرتبط بأرباح المكاسب التي أوجبها الأئمة من الإمام الصادق وبعد ذلك كما هو واضح وتقدم الكلام فيه الرواية الأولى أعزائي الرواية الثانية طبعا الآن نستعرض الروايات وبعد ذلك نفترض حتى لو تم إطلاقها من الجهتين ها لا بد أن نجد هل يوجد وجه جمع بين بينها وبين التي قالت ماذا يجب الخمس أو لا الرواية الثانية أعزائي واردة في تهذيب الأحكام للطوسي الشيخ الطوسي الجزء الرابع صفحة 138 طبعا الرواية الأولى معتبرة كما قلنا الرواية الثانية أيضا لها طريقان وطريق الشيخ الصدوق لها تام وبالامكان الاعزاء ان يرجعوا اليها في الدرس 182 والروايه الاولى يرجعوا إليها في الدرس 180 من السنه الماضيه الروايه الثانيه الروايه ان يونس بن يعقوب قال كنت عند ابي عبد الله الصادق عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في ايدينا الارباح والاموال وتجارات نعرف ان حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون فقال ابو عبد الله الصادق ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم بغض النظر أن الرواية طبعا الرواية شاملة لعصر الغيبة ولعصر الحضور إذا تم تحليل تحليل فيها بغض النظر عن أنها مختصة بماذا يقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات إذا شاملة لكل الأصناف لو مو شاملة لكل الأصناف ليست شاملة هل سنفترض أنها شاملة لكل الأصناف يوجد قيد في الرواية أعزائي يمنع عن شمولها لعصر الحضور فضلا عن عصر ماذا؟ عن عصر الغيب يعني ليست شاملة لكل عصر الأئمة مائتين سنة فما بالك بعصر ماذا؟ بعصر الغيب ما هو القيد؟ القيد إن كلفناكم ذلك اليوم فكأن الرواية تريد أن تقول بشكل واضح وصريح أن هذا تحليل ولكنه تحليل مقطعي مرتبط ماذا؟ بالظروف التي تعيشه الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت وكم له من نظير أعزائي إذا يتذكر الأعزاء في الوسائل صفحه 548 الروايه التي قراناها مفصله <تصفيق> <تصفيق> الروايه صفحه عفوا صفحه 502 الروايه الصحيحه علي بن مهزيار التي قراناها قالوا ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا انيه ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجاره ولا ضيعه الا ضيعه سأفسرها لك سأفسر لك امرها تخفيفا مني عن موالي ومنن من مني عليهم لما يغتال السلطان من اموالهم ولما ينوبهم في ذواتهم اذا هذا التحليل تحليل مطلق لو تحليل مقيد ونحن نبحث عن الروايات الدالة على ماذا؟ على التحليل المطلق هذه الرواية حتى لو فيها تحليل لكل الأصناف فهي مرتبطة بظرف معين وكم له نظير في الروايات وهذا الذي أشرنا إليه وهو أنه هذه أحكام ولائية وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما كان يجدون شيعتهم في ضيق فكانوا يخففون عنهم إما برفع الخمس خمس أرباح المكاسب وإما بتقليلها فلذا في الضيع الإمام قال فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس يعني واحد من 12 مو واحد من خمسة ولذا الإمام الهادي بعد ذلك ابنه سلام الله عليه يأتي ويقول الخمس ماذا رجع إلى حاله إلى الوضع الطبيعي ومن هنا لا بد أن تلتفتوا أعزائي إلى الروايات الواردة التي هي في التحليل ولكنها في التحليل المقيد بزمان معين أو المقيدة بشخص معين هذه الروايات أيضا لا تنفعنا إذا حلله ماذا؟ لشخص والاعتبارات معينة منها هذه الرواية التي قرأناها بالأمس يعني قرأنا ذيلها ولم نقرأ صدرها الرواية في صفحة 548 من الوسائل رقم الرواية 12 من الباب الرابع من أبواب الأنفال الرواية وهي رواية معتبرة قال قلت لأبي عبد الله إني كنت وليت الغوصة فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين الف درهم وكرهت ان احبسها عنك واعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في اموالنا فقالنا ومالنا من الارض وما اخرج الله منها الا الخمس يا ابا سيار الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا قال قلت انا احمل اليك المال كله فقال لي يا ابا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم اليك مالك هذا تحليل ولكن تحليل ماذا؟ تحليل شخصي لا ينفعنا في المقام شيء اذا الروايه الثانيه اعزائي على فرض اطلاقها فهي مرتبطه بمقطع زماني معين وهو ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم الرواية الثالثة أعزائي وهي الواردة في أيضا الوسائل صفحة 547 نفس الباب الباب الرابع من أبواب الأنفال كتاب الخمس الحديث العاشر من الباب الرواية أيضا من حيث السنة تامة السنة كما بينا الرواية قال عن أبي عبد الله الصادق قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم قال قلت جعلت فداك ما أول النعم قال طيب الولادة ثم قال أبو عبد الله الصادق قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليه السلام أحلي نصيب بكي من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيب لي... الرواية معتبرة صحيحة السند ولكنها مرتبطة بالفيء والأنفال لا علاقة لها بالأصناف الأخرى للخمس ومنها أرباح المكاسب لأن الرواية صريحة قال أحلي نصيبك ماذا؟ من الفيء وانتم تعلمون الفي اما ما يغنمه المسلمون بغير قتال واما الارض التي لا رب لها واما الارض الموات واما التي زال عنها اهلها واما واما الى غير ذلك ولا علاقه لها بمحل الكلام التي هي ارباح ماذا ارباح المكاسب هذا اولا وثانيا ان ذيلها احللنا لاجل ماذا لاجل المناكح مو مطلقا ولذا ذكر جملة من الأعلام وبحثه سيأتي لاحقا أنه فيما يتعلق بالمناكح هناك إجماع علي التحليل في عصر الغيبة وفي عصر ماذا وفي عصر الحضور هذا لا بحث فيه يعني في هذا العصر لو حصلت حرب وحصلت فيها مسبيات وتلك المسبيات إشترينا من قبل الشيعة فوطئها ماذا جائز ولا يوجد فيه اي اشكال مع ان حق الامام موجود او غير موجود حق الامام موجود فالمناكح ماكو اشكال في انه فيه تحليل عام سواء خصوصا في عصر ماذا؟ في عصر الحضور لانه كان محل الابتلاء مساله كانت ابتلائيه في ذلك الزمان لعله في زماننا هذه المساله غير ابتلائيه فهذه الروايه ايضا اجنبيه عن محل الكلام الرواية الرابعة أعزائي الواردة في المقام وهي ما وردت في أصول الكافي. الرواية واردة في أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 350. طبعاً هذه الطبعات اللي عندكم بالمجلدات الصير في الأعزة اللي يردون يراجعها الجزء الأول صفحة وثمانية الرواية رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل إلى عبد الله تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله فقلت له لم رد عليك أبو عبد الله المال الذي حملته إليه فقال إلى أن قال مالي بالنسبه للروايه هذه يا ابا سيار الى ان يقول وكل ما في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون حتى يقوم الامام سلام الله عليه فيجبيهم طسق ما كان في ايديهم محل الشاهد وكل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض اذا فيها اطلاق لكل اصناف الخمس او لا يوجد ها الجواب مختصه بالارض والارض هي قسم من الانفال والفيل اذا هذه الروايه بشكل واضح وصريح تشمل ارباح المكاسب التي هي محل الكلام او لا تشمل لا علاقه لها لانه يقول وكل ما في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون لان هذه الاراضي عموما كانت قد لعله فتحت وفي الامام سلام الله له حق في هذه الارض وافترضوا الشيعة أيضا إما يستأجرون فيدفعون الخراج أو الأجرة أو, أو إلى غير ذلك فحق الإمام أيضا لابد أن يضمنه الشيعة أولئك قبل لا يعتقدون بحق الإمام فهل أن الشيعة أيضا لابد أن يدفعوا ويضمنوا هذا الحق المرتبط بالأرض أو لا الجواب الإمام يقول لا إلى أن يظهر الإمام سلام الله عليه فله حسابه الخاص وطريقته الخاصة وإذا يتذكر الأعز فيما سبق قلنا مهم المسألة في أرباح المكاسب وهذه الرواية لا علاقة لها بأرباح المكاسب كما هو واضح لأنها مرتبطة بالأرض الرواية الأخرى وهي الرواية الخامسة في هذا المقام وردت في وسائل الشيعة جزء التاسع صفحة 543 الرواية رقم اثنين الرواية قرات روايه ايضا معتبره قرات في كتاب لابي جعفر عليه السلام من رجل يساله ان يجعله في حل من ماكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه من اعوزه شيء من حقي فهو في حل من أعوزه شيء من حقي فهو في حل هذا على خلاف المطلوب أدل يعني من لم يعوزه شيء من حقي أيضا في حل أو ليس في حل ليس في حل نعم هناك بحث وهو أنه إذا كان الإنسان محتاجا إلى حق الإمام سلام الله عليه، ما هو التكليف له بحث آخر نحن نبحث عن روايات التحليل وهذه الرواية فيها تحليل مطلق أو لا يوجد لا يوجد فيها الروايه السادسه في هذا المقام وهي الروايه المفصله الوارده اعزائي في الكافي الجزء الثاني صفحه سبعمائه وخمسه وثلاثين هاي الطبعه اللي هي مال قسم احياء التراث مركز بحوث الحديث الرواية هذه عن أحدهما الرواية أيضا مولانا في سندها كلام طويل الأعزاء يتذكرون في السنة الماضية في الدرس 185 قلنا يوجد للرواية طريقان طريق صحيح وطريق غير صحيح والطريق الصحيح فيه محمد بن سنان عن صباح الأزرق ونحن صححنا هذا السند بالبيان المفصل الذي تقدم في السنة الماضية عن احدهما هذه الروايه جيد من حيث المتن اعزائي من حيث السند تممنا سندها من حيث المتن التفتوا عن احدهما قال ان اشد ما فيه الناس يوم القيامه ان يقوم قا أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك يعني ماذا الخمس هذه الرواية من حيث الماتن ها فيها إطلاق يشمل عشر عصر الحضور وعصر ماذا وعصر الغيبة أولا ويقول خمسي والخمس ليس مختصا بأرباح المكاسب موجود في جميع أصناف ما يجب فيه الخمس اذن هذه الروايه من الروايات ان تم سندها من الروايات التي تثبت التحليل مطلقا ذاك المعنى الذي كنا نبحث عنه وهو انه سواء في عصر الحضور او عصر الغيبه وفي جميع اصناف ماذا وفي جميع اصناف نعم وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو ولادتهم إما لتطيبة أو لتزكو على الاختلاف الموجود في النسخة ولكن هذا لا يقيدها لماذا؟ لأنه يبين الغاية والهدف المترتب على التطيب ولذلك ذكرنا مرارا أنه ذكر هذا ليس بالضرورة أنه يقيد إذا من هذه الروايات الست التي أشرنا إليها أعزائي لا اقل هذه الروايه والروايه الاولى يمكن ان يقول يقال ان فيها اطلاق تشمل ماذا؟ كل اصناف الخمس، اما الروايه الاخرى وهي الروايه السابعه اعزائي في المقام. هاي الروايه اعزائي من الروايات المهمه في هذا الباب. وهي ما وردت في الوسائل المجلد التاسع صفحة خمس وأربعة الرواية الثالثة الرواية عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان التغلبي عن ضريس الكناني قال قال أبو عبد الله الصادق أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت لا ادري فقال من قبل خمسنا اهل البيت الا لشيعتنا الاطيبين فانهم محلل لهم ولميلادهم. هذه الروايه من الروايات التي استدل بها على انه الا لشيعتنا من قبل خمسنا ومن الواضح الخمس خمس اهل البيت خمو مختص بارباح المكاسب ولا بغنائم دار الحرب وانما يشمل كل الاصناف المتقدم قبل ان نأتي الى المتن اعزائي لا باس ان نقف عند سند الرواية فيما يتعلق اعزائي بسند الرواية هذه الرواية يوجد في سندها ضريس الكناسي هذا الرجل كما ذكر جملة من الأعلام مشترك بين اثنين كما ذكرنا هذا الكتاب من الكتب الجيدة لمعرفة المشترك فيهم هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين تأليف محمد أمين الكاظمي تحقيق السيد مهدي الرجائي في الصفحة أعزائي 85 باب ضريس المشترك بين ثقة وغيره ويمكن استعلام أنه ابن عبد الملك الثقة برواية علي بن رئاب وابن محبوب ومالك بن عطية الثقة عنه وعمر بن أبان الكلبي الرواية عندنا منقولة عمن عن, عن عمر بن أبان الكلبي عن ضريس الكناني الكاظمي يقول هذه من القرائن على أن الضريس يراد به أي ضريس ضريس الثقة لا ضريس غير الثقة غير المعلوم الحال ووقوعه في طبقة حمران لأن ابنته كانت تحته هذا هو هاي القرينة الأولى إذا ضريس الكناني أعزائي مشترك بين ابن عبد الملك وعبد الواحد ما الدليل؟ وعبد الملك عبد الملك ثقة وعبد الواحد يعني ضريس بن عبد الواحد الكناسي ماذا؟ مجهول الحال لم يوثق في الكلمات. كيف نميز؟ الكاظمي يقول التمييز انما يتم بمعرفة من روى عنه. السيد الخوئي قدس الله نفسه سيدنا الاستاذ السيد الخوئي في معجم رجال الحديث. المجلد التاسع في صفحة 148 إلى صفحة 150 يعني تحت ترجمة 5962 ضريس ابن عبد الملك و63 يعني 5963 ضريس ابن عبد الواحد آخر المطاف يقول بأنه أساساً هذا الإنسان ضريس الكناسي إذا ورد في رواية عن ضريس الكناسي هو ضريس بن عبد الملك لماذا؟ يقول لأنه لم يثبت عندنا بأي رواية أن عبد الواحد له رواية أصلا إذن بهذه القرينة ندعي الانصراف عن غير الثقة إلى ماذا؟ إلى الثقة هو ضريس بن عبد الملك في ترجمة 500 خمس آلاف وتسعمية وستة وستين ضريس الكناسي هو ضريس بن عبد الملك فإنه المعروف والمشهور بين الرواة وضريس بن عبد الواحد وإن كان كناسيا أيضا إلا أنه ينصرف عنه اللافظ لعدم اشتهاره بل لم نجد له ولا رواية واحدة يعني لم نجد له ولا رواية باسم ماذا ضريس عبد الواحد ومن هنا يظهر أن كلمة ضريس متى ما أطلقت في الروايات فهي تنصرف إلى من؟ إلى ابن عبد الملك فإنه المشهور إذا ضممنا هذه القرينة الثانية إلى القرينة الأولى فالرواية تكون بعد ماذا؟ معتبرة وإلا إن لم يتم ذلك ولذا جملة من الأعلام ولعله منهم سيدنا الشهيد سيد الصدق قدس الله نفسه قال أن الرواية غير معتبرة لماذا؟ لأن ضريس مشترك بين المعتبر وغير بين الثقة وغير الثقة فمن تكفيه هذه القرائن للاعتبار فالرواية معتبرة ومن لا تكفيه فالرواية غير معتبره تكون من الروايات غير المعتبره. اما فيما يتعلق اعزائي بمضمون هذه الروايه فقه الروايه. فيما يتعلق بفقه الروايه، الروايه كما قلنا ورد فيها: اتدري من اين دخل على الناس الزنا؟ خلوا ذهنكم جيدا من هنا ذكروا أن هذه الرواية مرتبطة بباب ماذا؟ بباب المناكح ولا تشمل غيره وإحنا حديثنا ماذا؟ باب المناكح لو الأعم من ذلك لا حديثنا الأعم من ذلك كل أصناف الخمس بأي بيان خلي خلي هذه النكته ابينها اعزائي وان كان الوقت بدا يضايقنا دقيقتين ثلاثه اعزائي التفتوا ما هو المراد بباب المناكح هناك تفسيرات متعدده للمراد من باب المناكح ان التحليل في باب المناكح ما معناه قول يقول ان المراد من المناكح يعني انها امه مسبيه هسه اما بغير اذن الامام فاما جميعها للامام واما ماذا واما خمسها للامام فالتصرف فيها يجوز او لا يجوز بعد ها فمن تصرف فيها فيكون من ها؟ التصرف في مال الغير فيكون حرام وهذا هو المشهور في باب المناكح عندما يقولون باب المناكح مو مرادهم انهم انه تزوج امراه بمال متعلق فيه ماذا؟ الخمس، ليروح ذهنك الى هناك، لماذا؟ لان المهر اذا تعلق به الخمس فالنكاح صحيح لو مو صحيح، نعم انت اعطيت مالا او مهرا لامراه تعلق فيه الخمس وهذا فعلك حرام لأنه كان ينبغي أن تؤدي الخمس ولكن هذا يحرم العقد أو لا يحرم يحرم الوطأ أو لا يحرم أصلا خلينا نضرب مثال أوضح لو أن شخصا وضع مهرا لما لا يملك كالخمر مثلا وضع تزوج امرأة ووضع جعل خم مهرها ماذا؟ ما لا يملك كالخمر هذا العقد صحيح له صح. ها؟ لا إشكال ولا شبهة أن العقد صحيح والمهر ينتقل من ذاك المسمى إلى ماذا؟ إلى مهر المثل لماذا؟ لأن المهر ليس من الأجزاء المقومة لعقد النكاح مو مثل البيع حتى يكون باطل إذا كان الثمن أو المزمن شنو؟ لا يملك ما أدري واضحة هذه النكتة ولا ولذا ليروح ذهنكم مباشرة عندما نقول مناكح يعني تزوج بمال تعلق به ماذا جعل المال أو المهر مما تعلق به القمص وهذا ما صرحوا به الأعلام منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه في الجواهر المجلد السادس عشر في صفحة مئة وتسعة هذه عبارته يقول لكن في حاشية الشهيد على, القوا... على القواعد للمناكح تفسيران الأول إسقاط الخمس من السراري المغنومة حال الغيبة الثاني إسقاط مهور الزوجات اللي يناقش بعد ذلك هذا المعنى وهذا أيضا ما إشار إليه السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك المجلد التاسع صفحه خمسمائه وواحد وتسعين هذه عبارته قال وقد اشتهر في كلام الاصحاب تحليل المناكح والمساكن ففي الاول قيل كما عن المسالك وغيرها انها السراري المسبيه من اهل الحرب وقيل انها السراري التي يشتريها بثمن فيه الخمس ما معنى بثمن فيه الخمس يعني ان الثمن قد تعلق بعينه الخمس قد تعلق ماذا بعين الثمن لا كان في الذمه مو الزواج مو المهر إذن اذا اذا اشترى ماذا اذا اشترى او حصل على مسبيات هذه المناكح الرواية يقولون أنها مختصة بماذا؟ بالمناكح أما بيانه يأتي والحمد لله رب العالمين يا ربنا يا ربنا أظهر لنا معالفة.